منصورين بعون الله هاي المباراة سادسة اليوم بدون خسارة بأقوى خط دفاع هدفين بأقوى خط هجوم الحمد لله والشكر لله الشكر موصول للاعيبة همة اللاعيبة كانت عالية مع العلم انه ما تحضرنا قبل البطولة اللاعبين كنا كانوا موزعين على جميع مناطق المحرر التهجير الأخير كان كارثي بالنسبة للاعبين الحمد لله بفضل الله تعالى وفضل اللاعبين قدرنا نحقق كأس البطولة اليوم والله الأجواء كانت رائعة جدا وفي شغلة كتير حلوة باللاعبين نحن عم نلومهم أحيانا وبعض الأخوة المشاهدين بيلوموا اللاعبين في أنه في بعض المواقف أو بعض اللقطات أنه لازم يعمل هيك أو هيك نحن ما منقدر أنه ظروف اللاعب لما بيكون في أرض الملعب غير ما أنه تكون برا فاللاعب هو بيعرف بيقدر اللحظات اللي لازم يتمكن فيها بأي لحظة لازم يمرر أو يشوط أو هيك باعتبار بشكل عام الأجواء كانت كتير رائعة ونتمنى لهم التوفيق للفريقين والفريقين بني شو سرائب أخوي الحقيقة الفرصة اللي بدنا نشوفها لازم نسجلها ونخلص يا مسلم عم بتضل بعيد عن الزيواني 4 امتار عم يرتاح بيستلم البطولة يعني بعطيك 70-80% صراحة يعني بينقص شوية توجيهات كانت بالبداية لازم تكون موجودة ويا بشر لاحظ لاحظ يا عيوني ويلعن روحك يا حافظ الله الله يا بشر لاحظ